هو في الحقيقه الموضوع في حد ذاته كيعطي كي ملي كنهضروا على الحكمه كنمشيو مباشره للنتيجه. هذه النتيجه هذه هي اللي كتجي منين؟ كتجي من الطريقه ديال العمل داخل الانديه. انا اتحدث هنا عن العمل التقني، العمل الذي يسهل المأمورية للمدربين والحكام والأطر التقنية من أجل الحصول على نتائج تشرف الجهة وتشرف المدينة بصفة خاصة وتشرف الرياضة المغربية بصفة عمومية. فيما يخص هذا الموضوع هذا، احنا من خلال هذ اليومين الدراسيين غادي نحاولوا ما امكن باش نلقاو نوريو واحد نديروا واحد الرسم واحد الخطه واحد الخطه واحد مشروع واحد المشروع ديال منهجيه للعمل من اجل كسب المزيد من النتائج. الحمد لله الجهه ديالنا لها نتائج، لديها انديه في المستوى. اذا تحدثنا عن نادي الرياضات فخاصه بالنسبه للاناث يوجد في القسم الوطني الممتاز لمده لخمس مواسم متتاليه. ولكن كيف جاءت هذه النتائج؟ جاءت من الحكامه ومن التسيير الاداري والتسيير التقني الذي هو في المستوى. الحمد لله لدينا مكتب يعمل بجد ويثابر ودائما يعمل ضمن في اطار مشروع هادف. إذن هنا الحكمة الهدف ديالها هو هذا المجال، هذا هو العمل ضمن مشروع. هذا المشروع الذي تكون ليه اللي غتكون ليه واحد الركائز، ومن في اخر كل موسم يحاولوا يديروا ليه تقييم او لا تقويم النتائج التي تحصل اللي حصل عليها، ما هي المشاكل التي عرقلت السير العادي لهذه لكسب الرهان. وعليه من خلال هذ اليومين غادي نحاولوا نعرفوا كيفاش يمكننا يكون عندنا نادي او جمعيه رياضيه ماشي غير الكره الطائره فقط، ولكن الحضور ديال انديه اخرى وانديه خارجه عن اطار الكره الطائره في كره القدم او كره اليد تاخذ العبره من هذه المسائل هذه وتحاول تنهجها على الفرق ديالها الرياضيه، وبالتالي تحصل على نتائج وتكون لديها واحد القاعده كبيره من الممارسين الرياضيين باش يمكن لهم يبنيوا مستقبل الرياضه في الجهه وفي الاقليم بصفه عامه. رياضة الكرة الطائرة بالجهة ديال درعا تافيلا تعرفت بواحد انطلاقة متميزة من خلال يعني تنظيم يعني مجموعة من التظاهرات في الإطار ديال العصبة ديال درعا تافيلا، بحيث أن هذه العصبة كتضم تقريبا أزيد من 10 ديال الأندية، 6 بإقليم الرشيدية، كذلك بفريقين بإقليم ميدلت، بإقليم ديال ورزازات، زاكورة وتنغير. الشيء اللي كيخلي انه هذا الجمعيات يعني يأطروا عدد كبير من الشباب اللي كيمارسوا في مؤسسات وفي يعني في ملاعب رياضيه، ملاعب القرب وفي القاعات الرياضيه اللي كتواجد بالاقليم واللي كتقدر تقريبا باكثر من 6 قاعات رياضيه، 3 باقليم الرشيديه، 2 باقليم ميدلت، وبقاعه في كل من ورزازات وتنغير وزاكوره. يعني هذه منشآت رياضيه وجمعيات رياضيه كتخلي ان الفعل الرياضي يكون يعني متميز، وكنتظروا يعني انه تكون يعني اضافه من خلال يعني احداث انديه اخرى للكره الطائره بالجهه ديال درعا تافيلا. مما لا شك فيه انه تنظيم مثل هذه اللقاءات وهذه الايام يعني كيخلي يعني الفاعلين الرياضيين بالجهه يعني تحاوروا فيما بينهم حول يعني تطوير هذه الرياضه، وهذا اللي كيتلاحظ من خلال هذه الايام. فيعني بادره طيبه لنادي الرياضات المتعدده للكره الطائره على يعني على تنظيم هذه الايام، يعني مجهودات جباره. ويعني كيتلاحظ من خلال الفقرات والعروض ان كاين هناك مجموعه من المقترحات والوقوف على بعض النقائص اللي ان شاء الله نتمناه مستقبلا من خلال تضافر جهود الجميع باش نتغلبوا عليها وباش نحاول نأطروا عدد كبير من الرياضيين الشباب الجهه ديال درعا تافيلا. بالنسبه للحكمه، احنا تنعرفوا بان الحكمه يعني التدبير الحسن
لمقومات اي فريق ماديه معنويه بشريه سمعتي في اطار من الشفافيه والوضوح سمعتي على اساس اشراك الجميع في هذا التدبير هذا. اذا كيكون هناك الوضوح. وهنا في هذه المناسبه ما تفوتنيش انني نشكر العصبه ديال التفيله الدرعة ونشكر سميتو الفريق ديال الرشيديه على التنظيم ديالو لهاد الندوه اللي هي المده ديالها يومين وكتدخل في اطار الحكمه الجيده والامباكت ديالها والتاثير ديالها على الانديه ديال كره الطائره بالخصوص. بالنسبه لنا حنا في الدار البيضاء وفي جميع المناطق ديال المغرب الفروق الحاجه الوحيده الان اللي خاصها تهتم بها وهي العنصر البشري. خصنا نهتموا بالعنصر البشري من خلاله غادي يكون عندنا هناك واحد التدبير محكم للرياضه ديال كره الطائره. مثلا ان على جميع الانديه لان الانديه الان تتجي باغا تدخل الجامعه ولا باغا تنظم واحد النشاط رياضي ولا باغا دير تدخل في واحد النشاط رياضي كتمشي تتهتم بالفئات الكبرى. الفروق ديال السينيور وتتخلي مثلا الفئات الصغرى. اذا هنا راه ماشي تدبير هذه راه ماشي حكمه هذه. الحكمه تقتضي البدايه من الصفر. تقتضي الاهتمام بالعنصر البشري الصغير. ومن خلال هاد لان شنو الحكمه الجيده وهي اننا ما خصناش نخسروا الفلوس بزاف. خصنا نعرفوا كيفاش الموارد الماليه ديالنا نعرفوا كيفاش نصرفوها. اذا ملي كتجيب لي انت يا انديه كتجيب لاعبين من الفرق من هذه الفرقه ومن هذه الفرقه باش نكون فريق كبير، اذا واش دبرت هذيك الموارد البشريه؟ راه ما دبرتهاش، ما درتش حكمه، ما درتش حتى شي حاجه. اذا الحكمه تقتضي الاهتمام عندنا ملعب مثلا في واحد المنطقه ما غادي نمشيو نشوفوا الوليدات اللي قراب لهذاك الملعب وهما اللي غادي ندخلهم عندنا ونعلمهم كره الطائره بالقواعد ديالها وكذا. اذا هنا ما غاديش نضيعوا الموارد الماليه ديالنا كفرق ما غاديش تضيع. اما الا اهتمينا بالفرق باللاعبين مثلا ديال فرق اخرى على اساس باش نكونوا فريق كبير، اذا هنا راه الموارد البشريه هذاك اللاعب راه خاصو باش يتخلص في الشهر، خاصو المحفزات الماديه لاي انتصار حصل عليه خاصك تحفزه خاصك تعطيه سميتو الموارد الماليه، وهذه الموارد الماليه راه الاغلب ديال الانديه ما متوفراش عليها. اذا كيفاش بغيتي كيفاش غادي ندبروا هذه المساله هذه الماديه وحنا كنقلبوا ما تنقلبوش على الطرق الناجعه لانجاح الحكمه. اذا راه خاص الفرق تغير هذه النظره هذه لان في الاهتمام بالعنصر البشري في اطار ديال المدرسه مثلا راه حنا هنا بدينا عاد بدينا تنفكروا كيفاش ندبروا الموارد الماليه ديالنا وما نضيعوهاش هكاك. وفي نفس الوقت غادي يكون عندنا واحد الانجاح النشر ديال كرة الطائرة أولا ثم توسيع القاعدة ديال الممارسين من خلال الاهتمام بالقاعدة ديال الأطفال وديال السن المنخفضة. وفي نفس الوقت غادي نكونوا أبطال مثلا إلى لعبت أنا مثلا الدراري مينيم الدراري ديال 12 عام ولا الدراري ديال 6 سنين ولا ديال 7 سنين علمتو واحد 4 سنين هو تيتعلم وهذا هو باش فيتينا دابا تونس وفيتنا مصر. ضاربين علينا جوج دورات ولا ثلاثه دورات وعاد باش حنا نايضين باغي نديروا. لا، خاص الاهتمام بالوليدات الصغار باش نتقادوا معاهم من هنا واحد 4 سنين ولا 5 سنين غنوليو مقادين معاهم وغنقدروا كاع تنفوتوهم. اذا وفي نفس الوقت ما غاديش نخسروا الموارد الماليه ما غنخسروهاش بزاف. اذا هنا غادا تكون هناك واحد حكامه جيده انا هكذا تنعتبرها. انا بعدا كنهضر معك كرئيس منتدب الفرع الجهوي للرياضه المدرسيه بالجهه. بتجربتنا وبهذا بالنسبه للحكمه التدبيريه هذا معطى جديد وخاص الناس تعرف تطبقه بالنسبه حتى للجمعيات الرياضيه. دونك بالنسبه للجمعيات الرياضيه المدرسيه كلما كانت يعني كتكون تدبير حسن وجيد وتكون واحد التدبير استراتيجي كنعرفوا فين غاديين وفين هذا بيان سور راه كل في اي قطاع النتائج كتكون جيده. غادي ننطلق دابا من الفرع الجهوي في تدبيره لهذا الامر الرياضي في الجهه وبتنسيق مع الاخوان في كره القدم ولا في كره الطائره ولا في الانشطه الاخرى. الى جيتي تشوف دابا داكشي اللي تعطى ان الاحصائيات ديال تمركز الرياضات في الجهه ديال درعا تافيلالت في السيفيل ينعكس
ينعكس على التوزيع ديال الانشطه الممارسه داخل المدرسه المغربيه، خاصه في درعا تافيلالت. كنلقاو ان زاكورا الان مثلا ورزازات تفتقر، كاين مثلا مديريات عندنا تفتقر لي يعني ليكسيلونس، اللي نسميوه ليكسيلونس في الرياضه المدرسيه بالنسبه لهذه الانشطه، وكتركز هنا في الرشيديه بزاف وفي تنغير شويه وميدلت. ولكن كتلقى عاوتاني بالنسبه لورزازات الاخرين، بما ان كانت عندهم الانديه ديال الاتليتيزم قبل، يعني ديال العاب القوى، كتلقى تمثيليات مايا ولا النهوض بداك سميتو كيكون في ديك المديريات احسن من المديريات الرشيديه. ولكن لأساسي انه انا في تصوري ان الرياضه المدرسيه والرياضه المدنيه لابد في اطار هذا الحكمه اللي كنهضروا عليه يكون تنسيق وثيق. لان شكون هو الموقع الاصلي ولا ديال الوليدات من 6 سنين ولا من 4 سنين الى 15 سنه؟ هذا معروف انه هادو تلامد خاصهم يكونوا في المدارس. اذا هنا التاطير في اطار الحكمه خصنا نفكروا في هذه الازدواجيه المدني والمدرسي. دونك هذا هو اللي خصنا نفكروا فيه، وجيت نساهم فيه كيفاش كنفكروا، لان الميثاق الوطني للتربيه والتكوين عاطي هذا الشيء اللي كيهضروا عليه على احداث امور اللي تخلي الوليدات يستافدوا من هذه الهياكل الجهويه. وملي كنجيو للحكمه مرتبطه بالجهويه المتقدمه وضروري، وحنا النيت راه غادي نقولوها بالنسبه للجهويه. احنا دابا سمعنا غير في واحد المداخله ان الوزير هو اللي كيوقع جميع هذه في الرياضه. فين يعني فين وصلنا في هذه الجهويه؟ خاص مثلا الادارات الجهويه تكون قادره يعني وتقد تجيري هذه المجالات وبنجاح بيان سور بالتنسيق مع المركز. اذا هذا هو بالنسبه لتجربه الفولي والاخوان ديال الكره الطائره. كما سبق راه قالوا داروا تكوينات لان خاصك تسيب لي الاستاذ في تاطير ديال التلاميذ، لان احنا في الجمعيات الرياضيه الاستاذ هو المؤطر. اذا ضروري تسيب لي من القاعده باش تشجع القاعده، خص الاستاذ المؤطر بعدا هو يخضع لتكوين خاص ويكون عنده الرغبه في التمييز حتى هو في هذا الشيء باش يمشي. وهذا الشيء اللي دار في الرشيديه الحمد لله، العطاءات راه كتبان. وكنتمنى انا هذه الامور باش ما تبقاش، باش ملي الجهه كتكون كتدبر هذا الشيء ينتقل هذا الشيء لزاكوره ورزازات ميدل